ادي ديت تاني خطوه بيعملها اللي هي كتابه البرنامج في الفلاش كده 99 100. هيبدا بعد كده الريسيفر يعمل ريستارت زي ما احنا شايفين كده. بدا الريسيفر يعني ريستارت يعني يفتح من جديد. ادي كده بدا الريسيفر فتح معانا. لو جينا بصينا هنا على كروت وصل اوكي هلاقي نازله معانا مرتبه ومفيش فيها ادنى مشكله. ازاي انت تقدر تعمل ابجريد بمعنى ان انت تعمل تحديث لملف القنوات الخاص بالنايل سات بدون فلاشه وبدون ما تتعب نفسك ان انت تدور على الملف من خلال الانترنت او ان انت تنزل ملف غلط ويسبب لك ضرر في الريسيفر بتاعك؟ ازاي ان انت تحدثه من خلال الانترنت اونلاين؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده في كورسات اونلاين. السلام عليكم، اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين. بدايه لان احنا قربنا نخش على عيد الفطر المبارك، فكل سنه وانتم طيبين. دي اول حاجه لازم نقولها. تاني حاجه، طبعا كل حاجه ليها رولز، ليها قواعد زي ما احنا متعودين كده مع بعض. القاعده الاولى ان حضرتك لازم يكون الريسيفر بتاعك متصل بالانترنت، يعني لازم يكون واصل للريسيفر بتاعك انترنت، وكنا عملنا فيديو بالموضوع دوت عن ازاي انت تعمل كونكت للريسيفر بتاعك على الانترنت، فهتلاقي الفيديو في الديسكريبشن او هيظهر لك دلوقتي فوق هنا دلوقتي. تاني نقطه معانا ان لازم الريسيفر بتاعك يكون سان بلس ويكون اتش دي. طيب في حاله لو انت لا قدر الله الموضوع ما ينفعش معاك وحسيت ان الموضوع الدنيا متلخبطه معاك، كل ما هو عليك ان انت بتراسلني من خلال اخر رابط بسيبه لك تحت في الديسكريبشن، بتبعت لي بيانات الريسيفر وانا ببعت لك الملف اللي هو يخص الريسيفر بتاعك. بكرر، ببعت لك الملف اللي هو يخص الريسيفر بتاعك وبتحدث الريسيفر بتاعك، والناس اللي متابعانا الحمد لله عارفه ان احنا مصداقيه في الموضوع دوت. دي كده تاني هنت او تاني قاعده معانا. تالت قاعده معانا كالعاده ديت حاجه بتخصني انا، من فضلك ما تنساش ان انت تدعم المحتوى بان انت تعمل لايك او تكتب كومنت او ان انت تدينا اي حاجه، يعني ده هيكون سبورت منك ليا بحيث ان انا اقدم محتوى واظهر بشكل اقوى من كده. فهكون شاكر ليك جدا لو انت دلوقتي حالا سجلت لايك وكتبت كومنت مناسب، يعني اكون شاكر وعاجز عن الشكر. فيلا بينا ندخل على الشرح التطبيقي ان انت ازاي تعمل تحديث للقنوات تنزل معاك مترتبه من خلال الانترنت اونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العملي لتحديث اونلاين. طيب بكرر يا حضرات، لازم يكون الريسيفر بتاعك متصل بالانترنت. ادي هنا من خلال اللان كيبل دوت، ده كنت عملت عنه حلقه ازاي انت تقدر تعمل الكونفيجريشن الخاصه بيه. الموضوع سهل وبسيط، يعني قلنا تقدر تجيبه من اي محل كمبيوتر او من اي مول. بعد ما بتتاكد ان الريسيفر بتاعك متصل بالانترنت نيجي هنا على الشاشه. اول حاجه بنعملها بندوس على كلمه منيو من خلال الريموت. هنا ادي كلمه منيو ريموت. بعد ما بتفتح معاك المنيو بتاع الريسيفر بتخش على حاجه اسمها الضبط. من الضبط هنا بتلاقي تابس كتيره، بتختار من ضمنها حاجه اسمها التحديث. بعد ما بتيجي على التحديث بتدوس اوكي من الريموت. بعد كده بتلاقي عندك هنا حاجه اسمها الاتش دبل تي بي ابجريد، هي ديت اللي انا هختارها. طب الاولانيه ديت ايه؟ الاولانيه ديت ان انت لو عايز تحدث من خلال ملف، انت بتركب فلاشه وبتحدث من الفلاشه. للناس اللي انا ببعت لها الملفات على الخاص الكلام دوت تختار اليو اس بي. انما انا هنا هحدث اونلاين هختار الاتش دبل تي بي ابجريد زي ما احنا دخلنا عليها كده. وهنا بنلاقي اول حاجه معانا اللي هي الابجريد مود، انا عاملها يدوي ما خلاها يدوي زي ما هي اول واحده كده. مش عليها اوكي. بعد كده بتنزل تحت بيقول لك الابجريد تايب، هنا بقول له سوفت وير عادي زي ما هي، بخليها زي ما هي وبلاش تختارها داتا بيس، خليها كلمه سوفت وير زي ما هي كده. بعد كده بنزل تاني تحت بلاقي عندي كلمه اسمها البدء او البدء، بدوس عليها اوكي من الريموت بيبدا ان هو يعمل البروسيس بتاعته. زي ما احنا ملاحظين بيقول هذه الخطوه قد تستغرق عده دقائق، هسيبه يعمل البروسيس بتاعته وبعد ما بيخلص بيجيب لي تاني ستيب تانيه، بعد كده بيبدا الريسيفر يعمل ريستارت. ادي ديت تاني خطوه بيعملها اللي هي كتابه البرنامج في الفلاش كده 99 100. هيبدا بعد كده الريسيفر يعمل ريستارت زي ما احنا شايفين كده. بدا الريسيفر يعني ريستارت يعني يفتح من جديد. ادي كده بدا الريسيفر فتح معانا. لو جينا بصينا هنا على كروت وصل اوكي هلاقي نازله معانا مرتبه ومفيش فيها ادنى مشكله.
كده اكون انتهيت من موضوع النهارده. بكرر، لو حسيت ان انت استفدت من المحتوى اللي انا بقدمه لك، تدعمنا بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. ارجع سامي البصيله وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. وما تنساش لو الموضوع معاك حاسس ان هو مش ماشي معاك، كل اللي عليك ان انت بترسلني على الخاص، بتبعت لي بيانات الريسيفر وانا ببعت لك الملف اللي يخص الريسيفر بتاعك. اشكركم جدا، والسلام عليكم.